عندنا 8 عيون، مانيا 4 ومانيا 4. حمام ما شاء الله جعان طبعا كده، ده ضعيف ولسه ما بطنش. طبعا ده خلاص بياكل وبيشرب لوحده. عز الغاو في كل حته، عز الغاو في كل مكان. اهلا بكم في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا باركنا في كل شيء. بنجادل فيه كتير، تعالوا نخش في موضوع فيديو النهارده. ان شاء الله يا جدعان هننزل النهارده سلاكه من الغيه، هنحطها في اوضه حمام الفرخ، وهننقل الحمام من هنا هننزله تحت، وهننقل الزغاليل خلاص هنشيلها يا جدعان، هنحطها في الغيه، وهنشوف هنعمل ايه تاني. فلو عجبكم الفيديو ادوا سنه لايك واشتراك في القناه. وطبعا يا جدعان الفيديو اللي فات لما بهدلنا السلاكه زي ما انتم شايفين كده، بصوا ليها شباب ايه؟ ليها سبب شخصي يا جدعان اللي خلاني عملته كده، وهتشوفوا ان انا ده مش النتيجه النهائيه، انا هدهنها اصلا. انا كنت ناوي ادهنها عشان الابيض في التصوير بيبهدل معايا في الكاميرا، ولازم اظبط كادرات وبيعمل فوكس وحاجات كده عجيبه عشان خاطر الفتحات اللي بين السدائب والكلام ده كده كله. فانا اللحظه اللي انا عملت فيها الكلام ده كنت بالليل، طبعا انا قعدت فتره تعبان في البيت، طبعا ما سبت الشغل يا جدعان وحاجات كتير، فطبعا انا كنت والله العظيم مخنوق. فقسما بالله انا يا اما كنت هعمل كده يا اما كنت هكسر السلاكه. عارفين انا من النوع اللي لما بتخنق زياده عن اللزوم بفرغ طاقتي في اي حاجه، فالحمد لله انا جت في الدهانات وقلت الحمد لله ان انا عملت كده عشان ادهنها. وان شاء الله اليومين الجايين يا جدعان هندهنها دهان مختلف عن اللي كان موجود، ويبقى دهان جميل. وتسيبوكم العك اللي حصل ده، وانا اسف على المنظر اللي حصل ده يا جدعان. وانا كنت لما عملته كان في حاجه في دماغي، قلت لما اعمله الوان تخش في بعض يبقى شكلها حلو، طلع العك اللي احنا شايفينه ده. فتعالوا يا جدعان نخش على الفيديو بتاعنا، وانا اسف على المنظر اللي انتم شفتوه دوت، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. ده يا جدعان ان شاء الله هنفك المانيور الاربع عيون ده، هنفك المانيور الاربع عيون ده. طبعا لما نفكه طبعا وراه مش مدهون فشكله هيبقى عرة. طبعا انا ديك يا جدعان هدهنها اصلا كلها، فان شاء الله بس مستني يومين هنزل اجيب دهانات، ان انا هجيبها من دار السلام مش هجيبها من هنا. وان شاء الله يا جدعان هنظبط السلاكه والغيه، هنعملها لكم حاجه تليق بيكم وحاجه تعجبكم قوي ان شاء الله. فخلينا دلوقتي نفك ديك عشان ما نطولش عليكم ونشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده يا جدعان خلاص فكناها وروقنا عليها. طبعا مش هرمي الزبل ده هنا، عايزين بس هنفتح الباب. طبعا يا جدعان هنزلها وهرجع لكم تاني عشان خاطر طبعا مش عارف اصور وانا شايلها. طيب نزلناها هنا كده يا جدعان، هنعمل ايه بقى؟ طبعا نزلتها بالمسح بتاعتها بكل حاجه زي ما احنا شايفين. نفتح بقى البيبان اهو. طيب كده يبقى عندنا هنا مانيا 8 عيون، وعندنا هنا برضك يا جدعان مانيا 8 6 8 عيون. كده احنا عندنا 8 عيون، مانيا 4 ومانيا 4. حمام ما شاء الله جدعان. طبعا خمس زغاليل طلعوا بسم الله ما شاء الله زي ما هم. الاسود فوق اهو، الله اكبر، وفي واحد فوق خالص اهو، وفي واحد اهو، وما شاء الله يا جدعان دولك محصين. في حاجه هنا تاني كمان محصيه، والاكشاف برضه يا جدعان محصين هنا، اللهم صل على النبي. وفي برضك زغلولين هم كمان يا جدعان، الله اكبر، ودولك برضك محصين. تمام، تعالوا بقى نطلع نشوف ايه الحمام اللي هننزله هنا، يلا بينا. بصوا بقى يا جدعان كده المكان ده فاضي. تمام، فدلوقتي اول حاجه هنعملها زي ما قلت لكم هننزل الحمام، هننزل الحمام اللي احنا هننزله، بعد كده هننقل الزغاليل هنا. تمام يا رجاله، نقول بسم الله. بصوا يا جدعان عايزين بس ناخد، اللهم صل على النبي، ناخد الشياله دي ونخليها مثلا هنا كده اهو، ونفتح الباب بتاعها. بصوا يا جدعان السودة دي احنا قلنا انتهى هننزلها. تمام، نقول بسم الله هننزلها كده زي ما احنا شايفين. وانا خايف انزل ده هيبهدل الدنيا تحت، هيقعد يضرب، واللي عنده بيض او حاجه ممكن يكسرها، فانا هنزله وربنا يستر. القص دول كده انا مش محتاجهم هنا، الاسترات يمكن لما يبقوا تحت كده في وسط الحمام السايب يشتغلوا. نقول بسم الله، تعالي تعالى انت كده كده يا جدعان زي ما احنا شايفين. والنتايه بتاعته ايه؟ طيب كده القص دول. بصوا يا جدعان احنا هنا عندنا زمزم، عندنا زمزم ما شاء الله الزغلول بتاعها، عايزين بس نشوفه بس كويس ولا لا. الزغلول بتاع زمزم اهو زي الفل،
وده الدقع بتاعها، ده الدقع بتاعها. دي عندنا انتهى هنا زيادة، هناخدها اقول لكم هنجوزها لمين تحت، هنجوزها لمين تحت. هم عاملين بس كده يا جدعان، بسم الله. طيب كده دولك اتنين اربعة، اربع حمامات عايزين ننزل. هننزل اللهم صل على النبي النتاية الباكستاني دي برضك، هننزلها تحت برضك لو دقع خدها او حاجة بدل ما هي محطوطة هنا. تعالي ملهاش لازمة عندنا. ايه تمام بكده، دولك خمس حمامات هينزلوا. طيب عندنا ايه تاني ممكن ينزل؟ الاتنين البرق دول لا هنخليهم، وطبعا ده الدقر بتاع زمزم، وهنخلي النتاية الزاجل دي. تعالوا بقى ناخدهم كده مع بعضينا يا جدعان، نقول بسم الله. ليكم معايا واحدة واحدة ما شاء الله. نقفل الباب. كده اهو يا جدعان، خليكم معايا، عيشكم معايا ايه اليوم بأكمله. بص يا جدعان، كل دي شوية زبر، كل دي شوية زبر. يا ريتني ما شلتها، كان زماني ما دهنتش ولا عكيت العك اللي عملته جوه ده. بس يلا الحمد لله نصيب، وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم، وان شاء الله اللي جاي افضل. يمكن حاجه زي دي زي ما قلت لكم هتخليني اتشجع ان انا ادهن السلاكه من اول وجديد. خش كده يعني. بس يا جدعان الموضوع صعب، تشيل وحط ايه سيمبا، سيمبا اهو يا جدعان، ودوتش واقف لنا بردك اهو. تمام، ونخش نقول بسم الله. تمام كده يا رجاله، ليك هنا كده، نقفل بس الباب احسن ما حاجه تطلع. نقول بسم الله. طب يا جدعان ده طبعا بص يعني دولك كده، عشان احنا عايزينه مقص، عشان ما ايه نحطهم بس في باب كده، ومش هقفل عليهم، هسيبهم بقى في الباب ده. النتايه دي مش مشكله تطلع هنا، بصوا الدقر اصلا، بصوا ابن جزمه والنتايه اهي، بس يعيشوا مع بعضهم والنتايه دي. تمام، عندنا بقى الهزاز دي، عندنا النتايه الهزاز دي. طيب النتايه دي بقى هنديها لايه؟ ما شاء الله يا جدعان عليها بردك بكتير. فاكرين انتوا الدقر ده اهو الابيض في اسود ده، ده كان ابوه عبسي وامه زمزم اللي فوق، يعني ده ابوه عبسي وامه اللي فوق، يعني ده امه اللي فوق زمزم الهزاز وابوه عبسي. فانا هديه للنتايه الهزاز زي راحت فين؟ اهي اللي احنا لسه منزلينها. طبعا يا جدعان هسيبها بس تاخد الاول على المكان، بعد كده هحبسهم في باب، بعد كده هحبسهم في باب. تمام، وان شاء الله يا جدعان الاوضه دي هننزل بردك فيها حمام تاني ونظبط الدنيا، والنتايه بردك اهي، وبس كده في تمام بيبان. تعالوا بقى يا جدعان هنطلع. طيب نيجي بقى هنا يا جدعان للزغاليل دي، كده خلاص هنشها. فايه طبعا دي شكلها طالع انتهى اصلا، بصوا شكلها طالع انتهى، فما علينا. هنقوم عاملين كده، ها عاملين كده اهو، بس 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 يا بابا يا عم اصبر بس كده، وهنسيبهم كده يا جدعان جوه. تمام، واقول لكم هنعمل ايه تاني. واحدة واحدة مع بعضينا، تعالى تعالى ما تخافش يا عم ما تخافش، بس 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 يا عاد كده يا رجالة. تمام، وناخد الاسترالي ده برضك شكلها طالعة بت، يا ريت تطلع بت، عندنا استرالي برضه كده يا جدعان. تمام تمام، طبعا في ستة كرة، في ستة كرة اللي هم الكبار اللي عندنا. طبعا الستة كرة دول هحبس كل واحد دلوقتي في بابه، بعد الفيديو هحبس كل واحد في بابه، وهسيب الكام زغلول دولك في الأرضية. طيب عايزين بقى نشوف يا جدعان هل الزغاليل اللي هنا جاهزة تتفتم ولا لسه. طيب عندنا واحد هنا، عندنا واحد هنا، ده طبعا بس نقفل الباب أحسن ما حاجة تخش. عندنا يا جدعان رايحة فين انت؟ رايحة فين؟ بعدين عندنا اللهم صل على النبي الزغلول ده، طبعا هو باين عليه انه لسه يا رجاله اهو زي ما احنا شايفين كده. الزغلول ده طبعا لسه شويه عليه، لسه ضعيف ولسه ما بطنش. تمام تمام، وعندنا
زغلول واقف لنا، ده برضك لسه ما بطنش، ده اللي شادد حيله شويه وابتدى يبقى هو اصلا بطن كمان مش ابتدى يبطن. فبصوا يا رجاله، ده هننقله، ده هننقله تمام، وهنسيب اللي جوه ده الاهالي تهتم بيه شويه عشان شكله ناقص غذاء شويه، فده كمان اكيد بياكل مع اهله. نسيبه برضك هنا في الارضيه ما شاء الله كده راجل عن زي ما احنا شايفين تمام. وعندنا ايه تاني؟ في بقى يا جدعان الزغلول ده هو المفروض يتنقل وخلاص كبر في السن وبياكل وبيشرب لوحده زي الفل. الزغلول ده يعني ده خلاص هو ده بقى لسه ما بطنش ولا عمل اي حاجه، احنا عارفين ان ابوه وامه هم اللي عاملين فيه كده، بس يا جدعان ده خلاص بياكل وبيشرب لوحده وزي الفل. طبعا اكيد مش هنقله بره، اكيد مش هنقله بره، ده هناخده كده، ده هناخده كده. انا مش والله مش صح لما احطه لوحده في باب، ان خلاص يعني ابوه وامه ما بياكلوش وهو اللي بياكل لوحده، يعني انا مش صح لما اسيبه هنا لوحده بصراحه. بس عامل ازاي؟ والله شكلها هذبحه، ده يتذبح احسن ويتاكل، فخليه خليه هنا كده ونذبحه بكره او النهارده ان شاء الله. ما علينا تمام. يبقى عندنا ايه زغليل تاني المفروض تتنقل او لسه عندنا ده؟ بصوا احنا دوك ايه، ابوه مش مهتمين بيه قوي في الاكل، بس هو بياكل معاهم، بياكل معاهم. تعالوا نحطه مع ده، الاثنين يشجعوا بعض، الاثنين يشجعوا بعض وياكلوا مع بعض تمام. تمام عندنا دي جابت حصوايه تاني ولا هي لسه على حصوايه واحده؟ العش اللي فات جابت حصوايه واحده، وده برضك جابت حصوايه واحده تمام. دولك لسه الزغاليل دي عايزين برضك نطمن عليها. بسم الله اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، واكلين يا جدعان وزي الفل. طبعا انا بسيب اهاليهم هم يفطروهم الصبح وانا بعديهم ميكس بالليل تمام. يا جدعان ما شاء الله واكلين وزي الفل. دولك لسه ما حسوش، انا كنت شايف الانجليزيه راقده النهارده وما فتحتش بصيت عليها، لسه ما حسيتش بس كنت شايفها والله من شويه راقده يعني في الطاجن تمام. ما علينا، دولك احنا سايبينهم مع بعض. طبعا لسه ما جبتش طواجن. الزغلول ده احنا نسينا الزغلول ده، الزغلول ده طبعا لسه يا جدعان، الزغلول ده لسه عليه شويه. ودولك ما شاء الله يا جدعان معمرين، يخلصوا العيش ده وننقلهم في باب واسع. ودولك يا جدعان كانوا فاكين الزغلولين، عايزين برضك نطمن عليهم. لا ما شاء الله يا جدعان صحتهم كويسه، امك ما شاء الله صحتهم كويسه وزي الفل. ودول يا جدعان بنسبه يعني نسبه كبيره ان هم طالعين نتايتين، فان شاء الله هنتاكد من الموضوع ده. هو يعني انا متاكد بس برضك ايه نقطع الشك باليقين ونصبر شويه. النتايه دي هنديها للدكر اللي بره وهنشيل النتايه دي تمام. طبعا الاكشاك دولك زي ما هم كده، في حاجه فيها كده او كده ايه، بنشوف كده دولك ايه ما ربوش يفكوا لسه، بس ما شاء الله معمرين الحمد لله ان هم طلعوا قص. ودولك خلاص معمرين الاثنين تحت دولك. طبعا ان شاء الله مفروض يعني هو ده كده الدكر ودي النتايه، المفروض ان هم يكسر عليها ويشتغلوا. طيب عندنا بقى دلوقتي الدكر الهزاز اللي فيه روشه، ده برضك يا جدعان لسه مش عارف بصراحه اعمل فيه ايه، مش عارف يعني مستخسر اذبحه ومستخسر اعالجه، ان العلاج بتاع الروشه بصراحه يا جدعان انا حاولت بطرق كتير ما جابتش معايا نتيجه. فهنسيبه دلوقتي هنشوف هنعمل معاه ايه. والاستراليات حصت، اللهم صل على النبي يا جدعان النتايه حصت اهي، وطبعا دكر قاعد على الحصوايه النتايه اللي فوق دي ما شاء الله حصت، اللهم صل على النبي. وكان عندنا البوازات لسه ما حصوش تمام كده يا جدعان. طيب بره بقى زي ما قلت لكم عشان طبعا الدكوره ما تضربش الزغاليل دي، هنقفل عليها، هنقفل عليها بعد الفيديو ان شاء الله، وهنسيب الزغاليل دي كده في الارضيه شويه، وبعد كده بقى نبتدي نشتغل معاهم برضك نعوض يا جدعان، نعوض الحمام اللي احنا خدناه من هنا، وان شاء الله هنعمل نش كويس برضه تاني، ويعني سهله يعني ان شاء الله. وبس كده يا جدعان، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استمتعتم بيه، وان شاء الله يا جدعان الفيديوهات الجايه باذن الله تعجبكم. وكان معكم ميسي الصبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.